على الاستجواب المقدم ضده من المستجوبين. عطني التقرير. قدمت الحكومة تصور عملي لحل المشكلة، لأننا جاهزين لتقديم قانون، مشروع قانون للرياضة، ورقم اثنين أنه يصير في اتصال مع المنظمات الدولية ودعوتها الكويت لإيجاد حل نهائي لهذا الموضوع. هذا الكلام لم يسر بعض الأخوة وخاصة المستجوبين، وبالرغم من صدور قرار مجلسكم الموقر في 21 ديسمبر 2016 بتكليف لجنة الشباب والرياضة ومنحها 60 يوم لوضع القانون وأيضا لعمل اتصالات لحل هذه المشكلة، لكن اللي واضح واللي سمعناه اليوم واللي شفناه اليوم كان هو هدف حقيقة استهداف الوزير. أمامك خيارين، يا أما تتنازل عن إلى طلباتنا وتعيد المجالس اللي تسببت في إيقاف الكويت وتسببوا في شكوى على الكويت، أو ترى استقيل أو راح نستجوبك. كان ردي واضح، يشرفني أن أبر بقسمي، وحلفت بأن أحترم الدستور والقوانين، واليوم أنا واقف على هذه المنصة ما عندي هدف غير الحقيقة. لذلك أنا قبل لا أدخل في التفاصيل، في المرحلة اللي مضت لم نتكلم عن المتسبب، اليوم لا، من واجبي أن أشرح أمام الجميع أمامكم حتى تعرفون مني اللي وقف في الرياضة بالكويت. فلو سمحت راح نبتدي في عرض فيديو يشرح قضية الإيقاف بشكل مختصر. السبب هو كتاب الشكوى الظالم المقدم من اللجنة الأولمبية الكويتية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتصدت الحكومة لهذه الشكوى وقامت بكل المساعي القانونية للتحاور مع اللجان المحلية والدولية لمعرفة أسباب الشكوى، وكل مرة يعطونا عدد مختلف من الملاحظات. أول شيء في اجتماع لوزان كانوا 9 ملاحظات، وبعدين في اجتماع جنيف صاروا 4 ملاحظات، وحكم محكمة كاس أشار لاحتمالية وجود ملاحظتين فقط، والملاحظات 9 اللي باجتماع لوزان كلها مردود عليها في كتاب من الحكومة لإثبات عدم تعارضها مع الميثاق الأولمبي، حيث أن نفس هذه المواد مطبقة في العديد من الدول الأخرى. ولكن في يوم 27/10/2015 تم الإيقاف الظالم، وهذا الموضوع كان مخطط له مسبقا، والدليل الإيميل المرسل من الكويت حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي إلى أطراف دولية يرسم سيناريو الإيقاف بتفاصيله قبل 6 أشهر من تاريخ الإيقاف. في يناير 2010 كان هناك إيقاف رياضي اعتراضاً على القانون رقم 5/2007، والذي جاء نتيجة برقية تم إرسالها من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية. صدر الاتحاد الدولي ذاك اليوم بقرار خاطئ بضغوط من داخل الكويت، من برقية طالعة من اللجنة الأولمبية الدولية الكويتية. والمجلس آنذاك أقر أن القانون لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي، ومنهم نواب حاليين، فهل هم سبب إيقاف 2010؟ وهل مشاركة لاعبينا في دورة الألعاب الآسيوية في الصين 2010 تحت العلم الأولمبي كان بسببهم أيضاً؟ وتم رفع الإيقاف بتاريخ 14/7/2012 بعد أسبوع من رسالة سمو الأمير إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك حتى يتمكن أبطالنا من المشاركة في أولمبياد لندن 2012. وبعد ذلك تم إصدار مرسوم بقانون 26/2012 بناء على مقترح اللجنة الأولمبية الكويتية وموافقة اللجنة الأولمبية الدولية. وفي 2012 قامت الحكومة بتفعيل هذا القانون، وذلك بإصدار القرار رقم 157/2013 اللازم ليأخذ القانون حيز التنفيذ. إلا أنه اتضح بعد تطبيق المرسوم أنه يحتوي على قصور في بعض مواده. مثال: أحد مواد النظام الأساسي تنص على وجوب تواجد ثلثي الأعضاء لانعقاد الجمعية العمومية لإقرار النظام الأساسي لها، والنظام الأساسي هو اللي يعطي الأندية كيانها واستقلاليتها من تحكم الاتحادات وسطوتها، ولا نادي من الأندية الشاملة قدر يجتمع. واستمرت الحكومة في محاولة علاج القصور، فخاطبت اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، ولكن دون جدوى، مما أصبح معه من الضروري إصدار مرسوم بقانون
117 على 2014، وفيه تم تحديد عدد الأعضاء الواجب حضورهم لصحة انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بدل النسب، لتتمكن جميع الأندية الشاملة من عقد جمعياتها العمومية وإقرار نظامها الأساسي. وكذلك حدد المرسوم رسوم العضوية حتى لا يحدث تلاعب وإخراج جزء من المجتمع من الألعاب الرياضية خصوصاً المتخصصة. وبعد كل هذا جاءت الشكوى بحجة تدخل الحكومة. أين التدخل بالضبط؟ طالب البعض العمل بإرجاع المرسوم بقانون 26 على 2012. كيف يتم إرجاع هذا القانون وتطبيقه إذا كان تعجيزياً؟ سنة بعد سنة نفس السيناريو عيد نفسه. إحنا من الأساس لم نتدخل في الرياضة الكويتية إلا في دعم هذه الرياضة بمليارات من الدنانير على مسار تاريخها، وليس لدينا أي مصلحة في التدخل فيها. حينما يأتي رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيس اتحاد كرة القدم الكويتي يقول نعم ليس هناك شكوى، لما يكون عنده الشجاعة الأدبية ويقول نعم مصلحة الكويت قبل مصلحتي الشخصية، ترفع الرياضة الكويتية وترفع الإيقاف. مع كل هذا إلا أن الحكومة ما نسيت دورها الأساسي اللي هو رعاية الشباب الرياضي من خلال أنشطة الرياضة للجميع والاهتمام بالنشأة وإصدار لوائح تطويرية، منها لائحة الاستثمار اللي خدمت كل الأندية، كما اهتمت بالمشاريع الإنشائية والبنية التحتية. اليوم شهدنا في السنوات الأخيرة إخفاقات رياضية عديدة وجب معها معالجة الوضع الرياضي دون المساس بسيادة الدولة، فنحن نسعى لتطبيق المادة 10 من الدستور الكويتي عن طريق الاهتمام بالرياضة والشباب وإعادة أمجاد الماضي. شفتوا هذا الفيديو اختصار لقصة الإيقاف. الإيقاف شكاوي طلعت من الكويت وموثقة بمستندات دامقة. إخواننا المستجوبين لو تلاحظون في الصحيفة تكلموا أن المشكلة بدأت 2007 إلى 2012، وأنا أسألهم ليش 2012؟ المشكلة استمرت ما وقفت، إلى حد اليوم المشكلة موجودة وإحنا الرياضيين قاعد يعانون. ثلاث مرات مر علينا الإيقاف، والرابع الحين. في مرة وقفنا سنتين وستة أشهر وكان برداً وسلاماً، يروحون إلى دورة الألعاب الآسيوية بالصين، وفد في 300 رياضي ومسؤول تحت العلم الآسيوي الأولمبي، ولا حد سأل. اليوم لا، تغيرت الأمور وكان لابد أن نوقف موقف حازم ننهي هالقضية. براويكم